مفيش وسيلة فنية أو إعلامية عندما تظهر اللي قبلها بيموت على الإطلاق، هما بيحصل فيه نوع من الدمج وبيقوا الاثنين مع بعض. طيب باعتبار حضرتك طبعا مهتم جدا بموضوع السينما في مصر والعالم، نبدأ بالعالم، مين اللي ممكن نقول عليه دلوقتي ملك السينما في العالم؟ من؟ طبعا احنا عارفين ان العقود طويله كانت هوليوود يعني، وكان بينافسها اوروبا في بعض البلاد الاوروبيه يعني، لكن دلوقتي ما بقاش الموضوع حكر على امريكا واوروبا، بقى في بلاد كتير بتقدم سينما مهمه، ومش بس على المستوى الفني، على مستوى الصناعه كمان، يعني سينما جماهيريه بتحقق ايرادات كبيره، يعني على مستوى الانتشار، على مستوى الانتشار ومستوى الصناعه الكبيره. يعني الصين طبعا هي احدث لاعب ومن اقوى اللاعبين في الصناعه، في صناعه السينما دلوقتي، لان في مشروع كبير حطته الدوله ان احنا ندخل صناعه السينما بقوه. طبعا السينما الصينيه معروف ان هي بتعمل افلام من زمان، وفي افلام فنيه كبيره حصلت على جوائز في اكبر المهرجانات وكده، لكن ما كانتش منتشره قوي كصناعه، وما كانتش منتشره قوي داخل الصين. فهم بداوا بخطه بدايتها بناء دور عرض. فبقى في تقريبا اكتر من 1000 دار عرض جديده كل سنه بتتبني في اطار خطه، كل سنه يضيفوا كل سنه 1000 1000 دار عرض، 1000 دار عرض، خطه موضوعه على مدار سنين انه هيزيد بمعدل حوالي 1000 سينما كل سنه. بالاضافه لانتاج ضخم جدا الدوله دخلت فيه، واهتمام بالموضوعات الجماهيريه، الافلام الحربيه التاريخيه الوطنيه، الافلام الانسانيه اللي ممكن كل الناس تشوفها وتستمتع بيها. وانت عارفه الصين طبعا حضرتك يعني ايه، هي لوحدها عندها اكتفاء ذاتي بنفسها، مش محتاجه حتى يعني، في بعض البلاد طبعا بتصدر لها افلامها، لكن هي كمان مش محتاجه لده، لان هي لوحدها تلت سكان العالم طبعا. فبتعمل ايرادات بتفوق حتى الافلام الامريكيه. يعني حاليا السينما الصينيه هي نمره واحد من يعني نقدر نقول كم الانتاج الانتشار، نقدر نقول انه الطفره اللي الصين عملتها في عده سنوات الماضيه خلتها من اهم دولتين او ثلاث دول على مستوى العالم في الانتاج وفي حجم الاستثمارات وحجم الايرادات اللي بتدخلها من صناعه السينما. طب حضرتك دلوقتي اشرت الى شيء مهم جدا، قلت انها بتسعى الى بناء 1000 دور عرض سينمائيا، وانها ايضا اتجهت الى موضوعات كل سنه، كل سنه ايوه، وانه اتجهت الى موضوعات حربيه عسكريه يعني اكشن، افلام رومانسيه أكشن، أفلام تاريخية. يعني لانه احنا فكرتنا عن السينما الصينيه ان هي بعيده عن اذواق عموم العالم، يعني يمكن تنجح في الصين بس ما تنجحش قوي في دول اخرى. يعني هم طبعا ابتدوا ان هم يدوروا على الستاندرد او المتوسط اللي بيلقى القبول العام من الذوق العام، فابتدوا يهتموا بانتاج افلام ممكن اي مواطن يشوفها في اي مكان في العالم ويستمتع بيها ويفهمها، لانه ما بقاش فيها الخصوصيه قوي. في طبعا الصينية. الافلام دي موجوده لكن الافلام الضخمه الكبيره دي اللي هي الشعبيه اقرب للنموذج الامريكي الهوليودي. طيب ماذا عن مثلا كوريا؟ وكوريا حصلت على الاوسكار من كام سنه. طبعا كوريا نفس الشيء، كوريا كان عندهم فنانين متميزين جدا على المستوى الفني، لكن كمان كصناعه بقى ابتدى يبقى في كم كبير جدا من الاستثمارات في صناعه الترفيه عموما. يعني دلوقتي صناعه الترفيه بقت اول حاجه الجيمز، وبعدين الدراما التلفزيونيه، ثم السينما. يعني ما بقتش السينما هي، فبالترتيب ده صناعة الترفيه في كوريا الجنوبية بقت مصدر كبير جدا للدخل القومي، مش بس الصناعات الكبيرة اللي احنا نعرفها الإلكترونيكس والحاجات اللي هي
اللي نعرفها احنا من تلفزيونات وموبايلات وحاجات كده، لا صناعه الترفيه الكوريه شهدت طبعا تطور كبير جدا في الاعوام الاخيره. بس صناعه الترفيه في كوريا على سبيل التحديد يعني انتجت فيلم كان خطير في الفتره اللي فاتت وادى الى انتحارات اللي هو المسلسل سكويد جيم. يعني سكويد جيم لا يعني هو دايما يعني بيبقى فيه احيانا بعض الاعتراضات، بعض يمكن نقول نسميها ايه الاثار الجانبيه خطوره لبعض الاعمال. لكن في الحقيقه الاجيال الصغيره مش بتتضرر قوي من الاعمال دي، لانه المسلسل شافوا ملايين في العالم كله ما حصلش حاجه. ممكن بعض الناس بتبقى عندها اوريد استعداد للتعب النفسي او يعني ان هي ترتكب حوادث عنف، ان هي تنتحر، لان يعني في دراسات كتيره يعني المسلسل يؤدي الى الرغبه في الانتحار، ما ده شيء برضه خطير. لا ما بيؤديش للرغبه في الانتحار هو يعني، لكن هو بيبقى في ناس عندها استعداد رغبه في بيبقى في ناس عندها استعداد لانه في دراسات كتيره اتعملت على تاثير الافلام على العنف او الاجرام عند وفي دراسات قالت انه اللي بيتفرجوا على افلام عنف اغلبهم هم من اهدى الناس في العالم، لان هم بيطلعوا الطاقه العدوانيه في الفرجه على الافلام، وانه ما درسوا النماذج اللي هي عندها انحراف شويه وارتبط ده عندها بموضوع الافلام او المسلسلات، لقوا ان هم اوريدي كانوا تعبانين نفسيا، هم عندهم استعداد لده. يمكن الفيلم هو حرك بس، ومن هنا خطورته ايضا. بس كان ممكن اي حاجه تانية تحركه يعني. يعني مش لازم السينما او المسلسل التلفزيوني، مش لازم يعني يكون المسلسل. طيب.